الشكل يعني مع طب مختار مختار. انا معايا على التليفون كابتن وليد هويدي، مدير الكره بفريق نادي مصر المقاصه. كابتن وليد اهلا بيك. كابتن وليد طيب حاولوا تجيبوا لي التليفون تاني. فزي ما قلت لك يا ميدو ان مختار بيمثل يعني عنصر مهم جدا، الجانب الفني اللي موجود في نادي الانتاج الحربي. طب عشان كابتن وليد. كابتن وليد اهلا بيك كابتن. اهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك كابتن ميدو والكابتن مصر الكابتن ماهر ده كابتن وليد رضا شحاته. حبيبي اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. الحمد لله يا فندم. عايز اقول لك يعني موسم كويس ولا موسم وحش، المهم هو انتهى بمساوئه بقى، بعيوبه بمميزاته، لكن مصر المقاصه من وجهه نظر كابتن وليد هويدي كانت فين؟ والله انا بطلق على الموسم ده من زمان ان هو يعني موسم عدم الاتزان بالنسبه لينا، يعني لان طبعا بعد استقرار حوالي 3 سنوات مع الكابتن ايهاب جلال غيرنا طبعا المدرسه الفنيه بتاعتنا، وبرضه ما كانش فيه بصراحه يعني اللعيبه في الاول اللي هي كانت تقدر ان هي تغير من اسلوب المقصه للاسلوب الجديد، يعني اقصد ان كان فيه بيع برضه لبعض اللاعبين كتير، فادى تدهور المستوى في بدايه الموسم. اعتقد ان احنا يعني مع الكابتن حماد سليمان انا برضه نتائج كويسه، يعني حصلنا في مع الكابتن حماد سليمان على حوالي 24 نقطه في 18 ماتش. لما جاء الكابتن طلعت يوسف اخر 11 يعني لعب 11 مباراه، يمكن ديت هي اللي وصلنا فيها الحمد لله يمكن في بدايتنا الاولى بعض الشيء، حصلنا على 20 نقطه من 11 مباراه. بالاضافه ان احنا جبنا حوالي 12 جون او 13 جون ودخل فينا 4 اهداف مع الكابتن طلعت، وصلنا للتوازن يعني في الاخر. واعتقد ان احنا ابتدينا التدعيمات من شهر واحد، وجود واحد يعني زي الكابتن احمد عادل عبد المنعم الاضافات الكبيره اللي حصلت فينا السنه دي. في برضه الكابتن صلاح عاشور، للاسف طبعا الكابتن شبيطه، لكن للاسف طبعا اصيب بالانضباط الصليبي، وموجود طبعا الكابتن محمد رمضان والكابتن احمد مجدي والكابتن شريف حازم. وان شاء الله على ان شاء الله هنعمل صفقات كويسه بحيث ان احنا نرجع لسيرتنا الاولى وندخل باذن الله على المنافسه على المربع الذهبي ان شاء الله. ان شاء الله كابتن وليد هويدي، يعني كل التوفيق لمصر المقاصه في الموسم المقبل، ويرجع بقى مصر المقاصه المرعب للانديه. كل التوفيق ليك وللفريق مصر المقاصه. كابتن وليد هويدي مدير الكره بفريق مصر المقاصه، شكرا جدا ليك. قبل بقى ما نروح لماتش